عايز اكلمكم النهارده في موضوع النمو في الخدمة. النمو في الخدمة من طبيعة الخدمة الناجحة انها خدمة نامية، شبهها ربنا يسوع المسيح في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع ببذار تلقى على حقل تبقى عشب وبعدين قمح مليان بالسنبل والسنبل مليان بالقمح، زي شجرة باستمرار تنمو. عمرنا ما شفنا شجرة لا تنمو، لو انت بعدت عنها سنتين ثلاثة هتقدر تدرك النمو، جايز وانت مرر عليها كل يوم مش واخد بالك، لكن لابد ان تنمو. الكنيسة الاولى بدأت هكذا، السيد المسيح اختار 12 وبعدين كمان 70 وبعدين بقوا 120 اخ في العلية وبعدين 500 اخ ظهر لهم في القيامة وبعدين يوم 50 3000 واحد انضموا وبعدين قيل جماهير من رجال ونساء وبعدين قيل كانت كلمة الرب تنمو وتزداد وبعدين بدأت الخدمة من أفراد بقت مدن ومن مدن بقت أقاليم، أورشليم اليهودية السامرة بلاد آسيا الصغرى بلاد الشرق الأوسط بلاد اليونان روما، الكل خدمة تنمو باستمرار. نمو الخدمة له صفتان أو طابعان. الطابع الأول نمو في العدد والكمية، والطابع الثاني نمو في الروح والتأثير الروحي. من جهة النمو في العدد قيل عن الكنيسة إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم، وقيل عنها هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، ده النمو في العدد. النمو في النوع في الروح يبدو في نمو يعطي كمية أكبر من الوقت للخدمة ثم ينمو إلى التكريس الجزئي إلى التكريس الكلي وأحيانا إلى الرهبنة أو الكهنوت. نمو أيضا في المخدومين في عدد الذين يعترفون ويتناولون، نمو في الاجتماعات الروحية، نمو في الافتقاد، نمو في الخدمة الاجتماعية خدمة الفقراء، نمو في كل أنشطة الكنيسة. ده النمو اللي موجود، نمو في حياة كل إنسان. يعني مش تنبسط إن عدد تلاميذك بيكتر، لا، لازم حياتهم الروحية أيضا بتتحسن. مش بس معلوماتهم بتكتر، إنما تطبيق هذه المعلومات في حياتهم بيظهر ويزداد. نمو الإنسان اللي يبتدي علاقة مع ربنا وبعدين يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي،
يذوق وينظر ما أطيب الرب. نمو يصل إلى حد القداسة ثم إلى الكمال. كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. والنمو في الخدمة أيضا يشمل نموا في كل فروعها، يعني مثلا نمو في فصول الخدمة، نمو في وسائل الإيضاح السمعية والبصرية، نمو في مكتبة الكنيسة في عدد كتبها وعدد المترددين عليها، نمو في فصول ثانوي وجامعة، وبالذات بقول دول لأن دول اللي بيحدث فيهم نقص. نمو في الافتقاد، نمو في الوعظ، في الكرازة، نمو في المطبوعات القوية السليمة، نمو في استرجاع غير الأرثوذكس. يعني ايه مثلا؟ يعني هقول لكم كلمة صريحة لوجه الله والتاريخ. من قيمة 120 سنة تقريبا ما كانش فيه غير أرثوذكس في مصر، لا كاثوليك ولا بروتستانت. وبعدين في بحر 120 سنة دي بقالهم قد ايه واحنا قد ايه؟ وكل نمو ليهم ليس عن طريق كرازي، انما عن طريق اخذ من اولادنا. ماذا فعلتم؟ كل شوية والتاني ألاقي جوابات وشكاوى من فروع بتخبط في بعض وبتخبط في الكهنوت، والحكاية مش عارفين لها راس من رجلين. هو ده النمو بتاعكم؟ النمو في المشاكل؟ ومنين ما يوجد نزاع من هذا النوع يستغله الغير في الزحف إلى داخل أعضاء الكنيسة وفي تحويل أولادنا إليه؟ يقول إيه؟ تنازع نصران على فريسة فكانت من نصيب الثعلب. هم تنازعوا على الفريسة، فجه حد من هناك إيه؟ راح واخد. إذا أردتم نمواً حقيقياً في الخدمة أيضاً، ابحثوا عن الأحياء المحتاجة للخدمة. أنا عايز أرتب دي على مستوى الكنيسة كلها، لأن الأحياء المحتاجة للخدمة بيجي الغير ويعشش فيها. أو المدن الجديدة لسه ما ترتبتش الخدمة، فيلحق حد بسرعة ويرتبها لحسابه الخاص. من ضمن مشاكل بعض الناس انهم في النمو في الخدمة يحصرون انفسهم في دائرة ضيقة هي دائرة الكنيسة المحلية التي يعملون فيها. يعني ما فيش بعثات إلى الخارج، ما فيش تكوين مجموعات من الخدام تخدم في الأماكن المحتاجة. النمو في الخدمة أيضا يحتاج إلى تنظيم الخدمة، تنظيم الخدمة وإلى عمل خرائط لأماكن الخدمة ومعرفة كل شارع وكل بيت والمسيحيين الموجودين فيه.
وما تقولش الأرثوذكس الموجودين فيها، المسيحيين الموجودين فيها، لأن البروتستانت اللي ما بيشتغلوا ما يقولوش بنفتقد البروتستانت، بيمدوا في كل حتة. اشمعنى الأرثوذكس لما يشتغلوا يقولوا في محيط الأرثوذكس؟ كل واحد بروتستانتي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي، وكل واحد كاثوليكي بتشوفه في مصر إن ما كانش خواجة يبقى كان أصله أرثوذكسي. أمال جم منين؟ إن ما كانش هو يبقى أبوه يبقى جده، لكن لازم العيلة كانت أرثوذكس. فأنت لما تخدم اخدم في كل حتة. عشان كده لما بيرسموا أسقف على أبروشية يقول لك أسقف المحافظة الفلانية أو المدينة الفلانية، لكن ما يقولوش أسقف الأرثوذكس اللي في البلد دي، أسقف المدينة كلها. يا ريت كل كنيسة وكل فرع خدمة يبحث من جهة النمو في العناصر الآتية: 1، نمو في عدد الطلبة المخدومين يعني. 2، نمو في الخدام. 3، نمو في فروع الخدمة. 4، نمو في أنشطة الخدمة. وبعدين يبحث أيضا عن المفقودين في الخدمة، لأن في ناس مش بس لا يوجد نمو، إنما يوجد فقدان. المفقودين في الخدمة سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين، خدام أو مخدومين. كذلك يبحث هل توجد مشاكل داخل الخدمة تعطل نمو الخدمة؟ هل توجد وسائط للنمو غير موجودة وتحتاجون إليها؟ أنا ما جاتنيش أبدا طلبات يقولوا نحتاج لنمو الخدمة إلى كذا وكذا وكذا، كنت أسعده. ما فيش غير فلان ضد فلان، والخدام ضد أبونا، وأبونا ضد الخدام، والخدام ضد بعضهم، والخادمات ضد الخدام، وشغلانة يعني لا تتفق إطلاقا مع روحيات الخدمة وتعطل نموها. لأن الكتاب بيقول كل بيت منقسم على ذاته يخرب. فإزاي هتنمو الخدمة مع وجود معطلات؟ مش بس معطلات نمو، معطلات للخدمة كلها. كذلك ابحثوا هل يوجد نمو في روحيات الخدام والمخدومين؟ دي نقطة تانية تبحثوها. يا ريت في آخر اجتماعات اعداد الخدام دي ولا الخدام نبقى نعمل استفتاء بالنسبه لكم في الخدمه، ونبعت لكم ورق مطبوع نشوف الحاله ماشيه ازاي وايه اللي انتوا تحتاجوه. بس مش هبعت لكم استفتاء ايه اللي انتوا تحتاجوه، قول له نحتاج انك تشيل ابونا فلان، نحتاج انك تشيل الامين فلان، الامينه فلانه، ما ايه اللي تحتاجوه ايجابيا؟ ايه اللي تحتاجوه ايجابيا؟ ويريد برضو في الاستفتاء نسأل ونقول عدد المكرسين في الفرع، عدد المكرسين في الفرع، وعدد الصالحين للتكريس. ولا الأسئلة دي محرجة؟
حينما أبحث في التاريخ عن نمو الخدمة من أيام أستاذنا حبيب جرجس أجد عجبا، ما كانش فيه خدمة إطلاقا إطلاقا، ما كانش فيه خدمة، زي ما قلت لكم ما كانش فيه مدرس للدين في الإكليريكية، ما كانش فيه وعاظ، وبدأت الخدمة تنمو لما بقى في مئات الوعاظ وآلاف الخدام وعشرات الآلاف من الخدام ومئات الفروع، وبدأت الخدمة أيضا تنتقل من المدينة إلى القرية. يعني إذا أردنا أن نبحث عن نمو الخدمة، هل فروعكم تخدم في القرية أو الأحياء التي توجد داخل العاصمة ومع ذلك تعتبر كأنها من القرى؟ يعني وسط العاصمة الكبرى القاهرة، يعني حي العسال ولا حكر عزة، ده مش هتعتبروه قرى؟ قرى داخل القاهرة، ده في قرى يمكن أكتر. في حاجات، في ناس ضايعين، احنا عايزين يوجد أيضا نمو في محبة الإنسان لملكوت الله. إذا وجد نمو في محبة الخادم لملكوت الله تلاقيه يبحث عن الملكوت في كل مكان على وجه الأرض، وتلاقيه يبحث عن الملكوت في كل شخص. انتوا ساعات بتتضايقوا من خلاص النفوس، وساعات خدامهم كل واحد منهم لهلوبة، يقابل كل واحد: خلصت يا أخو؟ ما خلصتش ليه؟ وازاي نخلص عليك؟ ازاي نخلصك؟ وتلاقي واحد كل يوم يعمل له كذا مكالمة، مع ده ومع ده ومع ده ومع ده ومع ده وماشي. هل يوجد في قلب كل واحد محبة كاملة للملكوت؟ هل يوجد نمو في سعيه لهذا الملكوت؟ هل ينطبق على فرع الخدمة وعلى الكنيسة العبارة التي وردت في سفر الأعمال: وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون؟ كان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. فين النمو؟ فين النمو؟ إن ما كانش فيه نمو، فهل يوجد نقص؟ هل يوجد ضياع؟ وما سببه؟ هل السبب منكم أم من غيركم؟ طبعا هنقول من غيرنا، لأن كل واحد يحب أن يبرر ذاته. لو عملنا رسم بياني للخدمة عندكم، ماذا يكون شكل هذا الرسم البياني؟ شوفوا شخص زي بولس كيف كان يخدم. ده راجل ابتدى ينمو داخل نفسه من مضطهد للخدمة إلى خادم إلى بطل من أبطال الخدمة، إلى زي ما سموه مقدام شيعة الناصريين. حتى صار أكثر من تعب بالمقارنة بجميع الرسل، وقال: وأنا تعبت أكثر من جميعهم. راجل يجري من أورشليم إلى أنطاكيا إلى بافوس إلى سلاميس في قبرص، إلى فريجية إلى بامفيلية إلى بيثرية إلى آسيا الصغرى،
إلى جزر اليونان، إلى بلاد اليونان، إلى روما، إلى إيه الحكاية دي؟ حتى وهو في السجن بيخدم ويكتب رسائل وهو في السجن. إنسان أحب الملكوت وكل يوم من أيامه كان يضم فيه للكنيسة الذين يخلصون، نمو في الخدمة. خد واحد زي ماري مرقص، خدم في الإسكندرية، خدم في الخمس المدن الغربية، خدم في منطقة جيبيل بلبنان، خدم مع بولس الرسول في كل رحلاته، خدم كنيسة روما وبشر فيها، وضع إنجيله لخدمة العالم كله. وفي وقت من أوقات الأيام الأخيرة لبولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس: خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. قاعد بيشتغل معاه يساعده، مش بس الكرسي الإسكندري ده، في كل حتة. وأسس كنائس كثيرة جدا جدا. نمو في الخدمة، طاقة طاقة بتتحرك في كل مكان وتأتي بثمر كثير، وتأتي بثمر كثير. لنمو خدمة نحتاج أيضا للكثرة من عدد الخدام والخادمات، إلى إعداد روحي للخدام والخادمات. يعني إحنا بنعمل إعداد للخدام، ده احنا عايزين اعداد الخدام انفسهم، مش ناس يعدوا لكي يصيروا خداما، لا، ناس خدام ويبتدي ياخدوا طاقة روحية اقوى وطاقة معرفة اقوى. مثلا من جهة النمو في الخدمة، كم خادم عندكم يستطيع ان يتكلم في اجتماع الخدام؟ كم خادم يستطيع أن يتكلم في اجتماعات الشبان؟ كم خادم يستطيع أن يتكلم في مؤتمرات التربية الكنسية؟ كم خادم يستطيع أن يعظ في الكنيسة في عظة القداس؟ كم خادم يمكن ترشيحه للكهنوت؟ كم خادم ممكن تكريسه؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة، لكن كده حط يكلمون وقف محله كده. وآخر ما نسأل الخدام الأعزاء محبي الرب ومحبي الملكوت، الواحد فيهم يقول: بس أنا غير مستحق. لا يا أخي، خليك مستحق واخت، وذنبك علي إن جالك كبرياء. تصوروا بقى لو بولس الرسول قال أنا غير مستحق، ده قال: ويل لي إن كنت لا أبشر. الخدمة التي لا تنمو تصاب بفتور، وإذا زاد الفتور وتوقفت ممكن ترجع إلى الوراء، وممكن بدلا من أن تنمو تنقص يوما بعد يوم. أنا عايز أخش في خط كده، ما أعرفش أنتوا توافقوني عليه ولا لا. كتير من كنائسنا بيجي لها مال كتير، تستخدم المال في المباني ولا تستخدم المال لا في خدمة الفقراء ولا في نمو الخدمة. يعني لو واحد دخل في الخط ده تزعله وتقول له: زعلته المجلس الكنيسة وزعلته الأسيس، ولقي كذا جواب: لماذا يا سيدنا تغضب الكهنة؟ قال: لا، ونسيبهم ما يخدموش، ونسيبناهم ما يخدموش، لماذا يا سيدنا لا تشرف على الكهنة؟
وإن أشرفنا عليهم وطلعت غلطة وعاقبنا، لماذا تعاقب؟ أين الرحمة وأين الحنو؟ وإن ما عاقبناش يقولوا لماذا التسيب وترك كل واحد على كيفه؟ حكاية إيه دي يا رب دي؟ لا، زي ما قال المسيح: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لو حد فيك يقول بس زمر كلنا هنرقص. أنا يا جماعة عايزكم تاخدوا الخدمة بطريقة جدية، تاخدوا الخدمة بطريقة جدية. لا تظنوا إن الوداعة معناها الخمول والتكاسل، وإن الواحد يتحول إلى جثة هامدة ويقول وديع ومتواضع القلب وهو جثة هامدة، لا تتحرك ولا تنبض ولا تخفق ولا تتنفس ولا تمشي ولا تقوم ولا تقعد ولا تجري، وديع إلى درجة الموت. اللي بيعملوا كده يبقوا فاهمين الوداعة خطأ، فاهمين الوداعة خطأ. السيد المسيح كان أكثر الناس وداعة، وقال تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب، ومع ذلك طاقة جبارة بتشتغل في كل مكان، يطوف المدن والقرى، يكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، جاء يخلص ما قد هلك، كله خدمة في كل حتة. طيب، قلنا عايزين الإكثار من عدد الخدام وأيضا من عدد المتكلمين في النواحي العالية من الخدمة والكلام. نكتفي بالحكاية دي دلوقتي عشان نبقى نخش في موضوع تاني. قول لنا الترتيلة صغيرة. على فكرة عايز أقول لكم، أنتوا بتيجوا متأخرين طبعا، اللي بيتكلموا دول اللي جم بدري، انا بتكلم على اللي جم في الاخر. لا، في ناس جم بعد السبعة. اللي بيقولوا عايزين نرسم كهنة ولو من خارج الكنيسة، ما هو الاشخاص اللي من خارج الكنيسة يصلحون للخدمة، كنائسهم اولى به. ثم ليه كنيسة أنبنتونيوس تختار ناس من خارج الكنيسة؟ طبعا مفروض ان هذا الطلب يجيني من الكنيسة نفسها، لان الطلب الفردي احيانا تسأل الكنيسة يقولوا لا ده خدمة نار، والخدام كتير والكهنة كتير وربنا يبارك. اما عبارة رافض، هل تقدم احد بطلب كهنة واحنا رفضنا؟ كلمة رافض دي يعني ايه؟ جاية منين يعني؟ واحد بيقول حدثت لي معجزة بدير الأنبنتونيوس بالبحر الأحمر، أرجو مقابلة قداستكم كما قال لي سيدنا الأنبنتونيوس. في الأول تكتبوا لي إيه هي المعجزة، وبعدين نحدد لكم معاك. أحسن بعدين نقول المعجزة إن أنا عرفت قبلك. هو المشكلة دي في حكاية نقابلك، المشكلة يعني التي تصادفني باستمرار هي دي: كيف يتحول الشخص من خدمته العامة إلى الخدمة الفردية؟
يعني مسائل الكنيسة كلها عشان تدبرها، ازاي الواحد يسيبها كلها ويخش في مجرد مشاكل فردية؟ وكثير من هذه المشاكل الفردية يمكن أن تحل على مستوى أحد الآباء الكهنة، كثير من لو واحدة ست مثلا تتخصم مع جوزها تقول لي عايزة أقابلك، طب ما تقابلي أب اعتراف وتحكي لي، ولو قابلتني المهم ازاي تنتهي المقابلة، يعني مش كيف تبدأ كيف تنتهي. أنا فاكر مرة وأنا أسقف كان الكلام ده ربما سنة يمكن 69 ولا حاجة، وجاتني واحدة وقالت لي مشاكلي في الزواج بدأت من 57، يعني من 57 ل 69 12 سنة، أخذنا ساعة ونص لما وصلنا ل 58. قالت لي علشان تفهم المشكلة كويس لازم أحكي لك ما قبل الزواج وفترة الخطوبة واللي حصل فيها إيه، ونخش حكايات حكايات حكايات. يعني لو أنا فاضي وعايزة أتسلى أقول لها قولي كمان، لكن أنا مش فاضي. وإن قلت مش فاضي أين الخروف الضال؟ أين المرأة السامرية؟ هو كلكم خربان ضال، مش معقول. ويبقى واحدة عايزة لها أسقف قطاع خاص عشان يشتغل يحل المشاكل من أول فترة الخطوبة لغاية فترة الصعوبة، حاجة صعبة يا رب. وانتوا عشان تعرفوا ظروف الواحد ممكن واحد فيكم يجرب يوم ويشوف اليوم ده ايه. ده انا ليا نفسي اكرس كم واحد يقعدوا في مكتبي كده يشتغلوا بس للنظر في المشاكل وحل المشاكل بس، وابقى سعيد جدا. بس يكونوا نصحين، مش يقروا المشاكل ما ادريتش ده البابا قال له جواب بيقول كذا كذا كذا، انت مش عارف الكنيسه الفلانيه اهليها صوره التقوى، عارف بيجرى جواها ايه كذا وكذا وكذا. ده انا لازم اكرس ناس يكون كل واحد قافل على فمه بسبعه خطوب، والا نلاقي اسرار الناس انتشرت يمينا وشمالا وشرقا وغربا وبحري وابلي وكله. نهايه نكلمكم دلوقتي في موضوع لاهوتي.